نقدم معاكم مشاهدينا حلقتنا بجولة في الأخبار المحلية، وتزامنا مع اليوم الوطني السعودي 93 كشفت وزارة الداخلية عن محظورات استخدام العلم الوطني، وشددت الوزارة على أنه يحظر رفع علم المملكة باهت اللون أو في حالة سيئة، كما يحظر استعماله كعلامة تجارية لأي غرض آخر غير ما تم النص عليه نظاميا. جميلة مثل هذه الاشتراطات يا أودي، لأنه صراحة يعني احنا في مثل هذه الفعالية يمكن كثير نستعد وكثير ننبسط وكثير نحتفل، واحيانا مع الفرحة ومع يعني خليني اقول لك فعاليات الاحتفال ما نهتم بهذه التفاصيل، فلما تجي مثل هذه الأنظمة وتركز عليها، طبعا يمكن هذه الأنظمة تشمل الأفراد والمنشآت أكيد. والحكومات أكيد. لأنه هذا نوع من تقدير علمنا، وعلمنا يعني سبحان الله مقدر فوق قدره بلا إله إلا الله، فهي كثير مهمة أن احنا نعمل رقي ورفعة لهذا العلم، انه ما ينحط على اكواب، ما ينحط على تيشيرتات، ما ينحط. يمكن في بداية الامر الناس زعلت، قالت طيب بالعكس نبي نحتفل نبي ننشر، بس لما نيجي نمارسها مع الوقت وتلقي ان العلم ظهوره كثير وقور حتى في الاحتفالات، هذا شيء جميل أكيد.